السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس المميز مع كلمة جديدة، كلمة بنش. بنش سوف نتعلم أهم استخداماتها في جمل والمرادفات لكلمة بنش. اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية من قناة سفيرس أكاديمي. بنش تأتي بمعنى مقعد، مائدة، ممتلكات، مقعد القاضي أو جلسة. بنش بنش. المثال الأول: إليزابيث sat on a bench with her back to him. جلست إليزابيث في مقعد مع ظهرها له، يعني أعطت ظهرها له. جيد، اقرأ معي الآن: إليزابيث sat on a bench with her back to him. إليزابيث sat on a bench with her back to him. ممتاز، كررها 5 مرات باللفظ الصحيح واكتبها في كراسك أيضا. المثال الثاني: He can't control the game from the bench. He can't control the game from the bench. لا يمكنه التحكم في اللعبة من على مقاعد البدلاء. إذن كررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها. أهم مرادفات كلمة bench: seat مقعد، chair كرسي، board مائدة، take a seat اجلس. إذن ضع كلمة bench في جملة الآن واكتبها في التعليق. استخدم كلمة bench في جملة. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة، حلقة 108 مع كلمة جديدة وهمة جدا، كلمة brain سوف نشرحها بالتفصيل. كما انتظرونا كل يوم سبت مع مراجعة واختبار جديد لهذه الدروس. شكرا لكم وإلى اللقاء.